عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين احنا النهارده كده عند الأستاذ أحمد في الغورية، هنشوف تشكيلة عبايات بقى اللي هي السمرة. كل سنة وأنتم طيبين بقى، عشان الأسعار بتبدأ عندك من كام يشتري؟ عندي من 260 لغاية 1800. 260 اللي زي دي عاملة كام؟ حاجة زي كده بتبقى عاملة 820. 820 براند سعودي. براند سعودي؟ الظهر بتاعها أهو، هي مميزة بالظهر. مميزة بالظهر، دي سعودي. والظهر بتاعها دي بكام؟ انا اعرفش دي بكام؟ 630. 630 حاجه زي كده برضو. دي كلاسيك. دي كلاسيك، اه شكلها حلو، شغل اوتريس كمبيوتر. ايوه حلو. والفواتح ده حاجه الوان. الوان دي 2 بيس، 2 قطعة. 2 قطعة بزم بتاع. حلو. حاجة زي كده، ده شغل مستورد ب 1150. 1150؟ 1150. دي خامة دبي. دبي؟ هي باين عليها انها يعني الخامة بتاعتها حلوة أوي، والقصة بتاعتها جميلة. والملون اللي فوق ده عامل كام؟ ده استقبال بيبدأ من 650 لغاية 920. من 650 لحد كام؟ 900 وكام؟ و20. و20 في 9 أشكال. 9 أشكال، أه ما أنا شايفة الأخضر اللي في فيه. عندي تونيك بنطلون عامل 1100. 1100 اللي هو اللي ورا ده؟ بنطلون مش معروض. بنطلون معروض. طب والتشكيلة اللي فوق دي كام؟ اللي من أول البني. البني من أول هنا؟ أه من هنا. من أول هنا من 650 وإحنا طالعين. من 650 وإحنا طالعين. واللي فوق؟ اللي فوق دول اربع قطع عليهم عرض 350. من 650 350 هم عليهم عرض. المدة عرض قد ايه؟ شهر مثلا؟ مثلا. والبني دي كام؟ البني الابيض دي البتنجاني دي 630. 630 دي وده العرض بتاعي 260 جنيه ده. طب طلع لنا واحدة كده ممكن؟ عينة مثلا منهم؟ اه عينة. دي 260. طبعا فيها كذا شكل وكذا قصة. حلو. 260 دي الموديلات بتاعتها صح؟ حلوة ب 260 والله. جميل. فستان. فستان هي عامله كام دي؟ اي واحد 850. حلوه قوي المروحه. 260 ملحفه سعودي. 260 عليها عرض. 260 عليها عرض. ملحفه سعودي عليها عرض اهي يا بنات. انت حضرتك اسمك ايه؟ احمد. احمد. مش هنكمل بقيه العرض بقى. شايفين بقى الاشكال كلها اهي زي ما انتم شايفين. في موديلات كتير بقى، في مش كله يعني، دي انواعها هي اشكالها كلها لكل الموديلات اهي. تعالي اتفضلي يا عروس. اللي زي دي عامله كام؟ 850. 850 850 جنيه. لما تقيس هم بيعملوا كفر بيعملوا كده. التشكيله كلها حلوه، شايفين الاشكال كلها. في حاجات بقى 250 ب 350، وفي حاجات ب 1000، في حاجات ب 900، حاجات ب 800. مش كله، كل حاجه ولها سعرها، بس التشكيله كلها حلوه. في مثلا تنفع بناتي، وفي تنفع اللي هم الستات الكبار وكده اللي حابه تشتري بقى هدايا عيد الام. في عندهم عرض، كان في عرض عبايه كان ب 350 وعرض عبايه ب 250. تشكيله العبايات اهي زي ما انتم شايفينها كده، العبايات كلها اهي. العبايات السوداء عند الاستاذ احمد اللي حابه تشتري بقى هدايا لعيد الام. كل سنه وانتم طيبين. بقيت الفيديو مع بعض كده ونشوف بقيه التشكيله. عنده بصراحه تشكيله عبايات حلوه، عنده الاسمر وعنده الاستقبال، عنده الملحفه،
كانت بملحفة دي كانت تقريبا عليها عرض، كان عامل عليها 250، وعنده عبايات ب350، وعنده حاجات ب650، مش كله، كل حاجة ولها سعرها، عنده حاجات ب1000، حاجات ب900، حاجات ب800، كل حاجة ولها سعرها. بس التشكيلة كلها جميلة بصراحة. ده طبعا بصينا كلها، هي كل العرض اللي قدامكم كده في كذا شكل وكذا موديل، والخامات مختلفة، في خامات اللي هي على حرير، في خامات اللي هي الخامة بتاعتها حلوة. شايفين العبايات الاستيبال ديت بكام؟ الأزرق والفوضى. طب بص خد موبايلي. 750 جنيه. 750 الاستيبال دي ب750 جنيه، اللي هو اللون الزهري والأسود. بصراحة التشكيلة كلها جميلة. أنا هصور لكم الكارت بتاع العنوان. العنوان هو اسمه سنتر البركة، في الغورية، 64 شارع المعز، الغورية. هحطلكوا رقم تليفونه في صندوق الوصل اللي يحب يتواصل معاه. بصراحة عندهم تشكيلة حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ادي الكارت اهوت، انا صورته لكم، وهحطلكوا ارقام التليفونات كمان اللي حابب يتواصل معاهم، او اللي حابب يروح يشتري بقى هدايا، هدايا عيد الام وكده. عندهم تشكيلة العبايات زي ما انتم شايفين، احنا اتفرجنا على كل العرض اللي موجود عندهم، وعاملين عروض لمدة شهر على عباية ب250 جنيه، عباية سمرة ب250 جنيه، وفي حاجات ب350 جنيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله لو نزلت الاسبوع ده لقيته منزل تشكيلة جديدة هصور لكم عنده تاني، وبنزل كل فترة كل تشكيلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.